مساء الخير. يجمع اللبنانيون على ضرورة إنتاج الحلول للأزمات المحلية محلياً، لكن في الوقت نفسه الكل يعرف مدى مونة الخارج على الداخل، لا بل إن بعض الداخل يأتمر بالخارج كما هو يكرر بلا خجل ولا وجل. وبعد أن تحركت الأمور في الخارج، يبدو من في الداخل بانتظار تعليمات الخارج ليبني على شيء مقتضاه، وقد بدأت بعض التباشير تلوح في الأفق.